اليوم غادي نقدم لكم بطبوط بزعلوك ديال القوق وجبنة البلوك. طريقة سهلة، في الأول عجنوا بطبوطات صغار وطيبوهم، من بعد باش تحضروا الحشوة شحروا بصلة محكوكة مع خزوة مقطعة مربعات صغار في 4 معلقات كبار زيت العود. زيدوا معلقة صغيرة ديال ثومة محكوكة، معلقة صغيرة ديال الفلفل الحارة، معلقة صغيرة ديال القزبر مطحون وعصير ديال 2 حامضات. زيدوا الملح والبزار مع شوية ديال الماء وخليوا كل شيء يطيب لمدة 10 حتى 15 دقيقة. حيدوا الحشوة من فوق العافية، قطعوا القوق طراف رقاق وزيدوا عليه البصلة اللي وجدنا من قبل و90 غرام ديال جبنة البلوك محكوكة. في الأخر أمروا البطوطات بلا فاخس ودخلوهم الفران مسخن على درجة حرارة 180 لمدة 4 دقائق. وبصحة وراحة.